وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف شخصية ونموذج مميز داخل دولة الإمارات، واليوم إحنا معانا السيد محي الدين العشي وهو مؤسس شورت كات. أهلا وسهلا بك سيد محي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك، يعطيك العافية ومشكور على حسن استقبال فريقنا، وإن شاء الله نسوي معك حلقة كتير مميزة. شكرا لك وشكرا على الاستضافة الكريمة، وبتشكركم، بتشكر سما العين، وبتشكر برنامج رواد النجاح. شرف لينا. سيد محي، قبل ما نتكلم اكتر عن شورت كات، خلينا نعرف السادة المشاهدين مين هو السيد محي، كيف كانت بداية حياتك العملية داخل دولة الامارات؟ والله انا محي الدين العشي من سوريا، بشتغل مهنة الحلاقة من 27 سنة ممكن، والحمد لله بعد جهد كبير وبعد تعب كتير كان لي شرف اني اكون بالامارات بال 2013، واشتغلت بصالون، وبعد فتره لقيت حالي انه لازم انا ابلش بمشروعي. بلد بتعطي مجال انك انت تستثمر فيها، بتسهل عليك كثير امور، وفضل رب العالمين الحمد لله الله هيك. فقررت بقى تستثمر، يعني انت عشان نفهم للمشاهدين اكتر، انت كان عندك خبره من سوريا. نعم. فقررت بعد كده تيجي دوله الامارات لان هي بتستضيف او بتحتضن جميع الجنسيات اللي هي عايزه تستثمر. اكيد اكيد. وتشتغل هون داخل الدوله. فقررت تطبق هذا على بشكل واقعي. اكيد. طيب ايه الخدمات والسيرفيس اللي شورت كات اصلا بيقدمها؟ نحن بنكون برعايه الزباين تبعنا على كل المجالات، العنايه بالشعر، العنايه بالاظافر، العنايه باي شيء، بالعنايه بالتجميل، بتنظيف البشره، بكل المجالات هاي. يعني انتم بتهتموا بكل حاجه بتخص الرجل؟ بكل التفاصيل بتخص جمال الرجل. احنا حاجه برضو من اللي خلينا بنسوي اللقاء مع حضرتك، اللي احنا في رساله حابين نوجهها للشباب، ان الزمن اتغير والنهارده العنايه بالراجل بقت حاجه مهمه جدا، زي اساس زي العنايه بالمراه. فمراكز او صالونات زيكم، كيف توصل هذا المسج للناس اللي مثلا الشباب اللي ما بتهتم بنفسها، اللي ما بتشوف تطويل لحالها؟ انت كراجل اليوم متخصص. اليوم احنا كشباب يعني بحاجه لادوات مكياج، مثلنا مثل اي شخص بالحياة، بيهتم بشكله، بنظافته، باهتمامه بشكل عام، بالشعر، باللبس، بكل هدول التفاصيل. نحن بنحاول نحن نبدي للأشخاص إنه كيف هو ممكن يطلع بأحلى طلة بشكل دائم بالعناية فيه وباهتمام بشعره، والحمد لله. طيب احنا ما شاء الله شايفين برضو عند حضرتك ستاف كتير مميز وكبير، على أي أساس بتختار الخبرات اللي بتشتغل معاك؟ والله نحن هون الفريق كامل مع بعض، صرنا أكثر من 20 سنة من وقت ما كنا بسوريا، والحمد لله رب العالمين قدرنا نكون هون مع بعض مرة تانية. البلد مفتوحة، يعني القيادة هون كثير بيهتموا بمواضيع المشاريع الصغيرة أكثر بكثير من الأشخاص، مو المادة هي اللي بتعني لهم، بتعني لهم الفكرة، الإبداع، إدارتك للمشروع، تعاطيك مع المرحلة اللي أنت فيها، والحمد لله الأمور بخير، ونحن كثير ممنونين لهي البلد العظيمة بصراحة، إيه اللي عم تقدر تعطيك هذا المجال. طبعا يعني والحمد لله. صالون بقى شورت كات، ايه اللي بيميزكم عن باقي الصالونات؟ اكيد كل واحد ليه حاجه مميزه. والله التفاصيل، بتشتغل على التفاصيل. نحن كتير بنهتم بالتفاصيل. بس ما فيش خدمه معينه عندك هي دي اللي عاملينها؟ كل شيء عندنا. لا لا لا، كل شيء عندنا نحن الخدمه مفوكسين عليها، بس اكثر شيء عمل لك هو التفاصيل، ان كان بالعنايه بالشعر او العنايه بالشكل العام يعني. طيب السيد محي بيفكر في ايه بعد ما بلشت في شورت كات وفتحته وما شاء الله عاملين ديكور كتير مميز، تفكر في ايه او ايه خططك المستقبليه؟ والله نحن عم نشتغل على انه نعمل براند من شورت كات، مو بس هذا مو الهدف تبعنا، لسه ما بلشنا نحن، هذا جزء من الهدف، هو هذا المحل الاول، وان شاء الله بالمرحله الجايه رح يكون اكثر من برانش عندنا هون في الامارات، والحمد لله. يعني انت عايز تستثمر في باقي امارات الدول؟ اكيد اكيد اكيد. يبقى لك فروع اخرى. لكم التوفيق سيد محي.
طيب اكيد قصه نجاح مميزه وكبيره زي دي ما كانتش هتكمل او هتنجح غير لو احنا داخل دوله الامارات، وهذا بيرجع طبعا لفضل الشيوخ الله يحفظهم بيدعمونا من استثمار دوله الامارات، فيها امن وامان. فانت كراجل مستثمر شو بيعني لك هذا؟ والله هو اهم شغله هي انك انت تقدر تعطي حالك فرصه انك انت تبدع فيها، والحمد لله انك انت تقدر تلاقي المناخ المناسب. يعني بهي البلد نحن اليوم يعني انت بتقدر تعمل اي شيء بدك اياه، حلمك قد ما كان كبير وقد ما كان فيك توصل له، مساحه مفتوحه، المشاريع كلها مفتوحه لاي حدا موجود داخل الامارات. نحن هون ما فينك تقول انك عم تتعاطى بس لانك انت شخص عندك خبرتك بس او بس ان انت بتشتغل بهذا المجال او كذا، بكل المجالات هون مفتوح الخيار لك، في تسهيلات كثير كبيره. نحن اخذين مثلا بالرخصه تبعنا عندنا اعفاء سنتين من الرسوم داخل دوله الامارات لمشروعك الجديد، تشجيع من الدوله لانك انت تكون عم تقدر تعمل مشروع هون، عرفت كيف؟ وبذات الوقت انت كمان نفس الشيء، يعني فينك انك تعمل اكثر من شغله وانت موجود بهذا البلد. يعني ما أنا مسكره بس انه لاصحاب الاموال او لاصحاب رؤوس المال الكبيره. نحن هون الحمد لله امورنا منيحه وعم نلاقي هذا الدعم بكل المجالات. طبعا يعني انا بلشت مشروعي وبكل سهوله كانت، يعني كله اونلاين، انت هون بتفوت تاخذ رخصه، بتفوت تعمل استثمارات، تعمل اوراقك، تعمل كل قصصك كلها اونلاين. طبعا مالك محتاج يعني انك انت تكون عم تتعاني او انك عم تتعب او عم تقوم بعملك بصعوبه، لا بالعكس. تستغل المنصه بتاعتنا من خلال ان انت تتوجه اليوم برساله شكر. والله الزباين اكثر حدا كان داعم لي هو الزباين تبعي، اشخاص هن اللي امنوا في واللي اعطوني هاي الفرصه واللي ساعدوني بكل الاصعد ان كان ماديا او معنويا، والحمد لله انا قدرت اني اقدر احقق نجاحي وانا راضي كثير. في نهايه هذا اللقاء الطيب حابب اسالك ايه الاجراءات الاحترازيه اللي انتوا هنا كصالون شورت كات بتقدموها للحفاظ على سلامه الناس والمجتمع عموما؟ نحن عم نقوم بعمليه تعقيم كامل للصالون، وبنفس الوقت عم نقوم عمليه تقديم كل المستخدمات اللي نحن بنقوم فيها خلال الحلاقه كله استعمال لمره واحده، ان كان بالنسبه للمناشف، ان كان بالنسبه لفوط القص، ان كان بالنسبه لمسح الحلاقه، كل الامور اللي انت بتستخدمها بتكون خاصه فيك لإلك. ونحن ما عندنا كل الامور الاجراءات الاحترازيه، نحن عم نقوم باستقبال الزباين على المواعيد المسبقه، بنكون عم نعقم الصالون قبل الاستقبال وبعد استقبال الزبون، وعم نقوم برعايته بكل الوسائل اللي احنا فينا نكون حامين حالنا وحامين الزبون نفسه اساسا، يعني لانه انت بتتعامل مع الزبون بالنهايه هو مريض وانت مريض، فلذلك انت لازم تتعامل معه على تحميه ويحمي حالك احسن من انك انت تكون عم تتعاطى مع المرض بطريقه عاديه. يعني احنا شايفين كمان ان انتوا بتستقبلوا زباين بنسب قليله جدا عشان المكان ما يبقاش فيه زحمه او اي اكيد نحن ما عندنا هون انتظار لانه اغلب الزباين بتيجي على الموعد وكل الامور بتكون، يعني انت بس تجرب تجربتك بصالون شورت كات رح تغير نظرتك لصالونات الحلاقه ورح تعرف انا شو عم بحكي. لكم التوفيق طبعا سيد محي، بتشكرك على هذا اللقاء الطيب وعلى ساعة صدرك لينا واللي احنا سوينا معاك لقاء فعلا كتير مميز، ونتمنى نزورك ان شاء الله الفترات القادمه. انا اللي بشكركم بالعكس، ولي يعني الفضل كبير لهي البلد اللي هي اللي سمحت لنا وهي اللي اعطتنا هي الفرصه ان احنا نكون فيها ونقوم بهذا الاستثمار. هذا مو نهايه الهدف، نحن هون بلشنا ومن هون رح ننطلع باذن الله. بتشكرك واخترت المكان الصح. شكرا كثير، كلك سوا. في نهاية لقائي كان معنا السيد محي الدين العشي وهو مؤسس صالون شورت كات وهو من الكفاءات الموجودة داخل دولة الإمارات. وإلى اللقاء أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح، دمتم في أمان الله.